نفسك اليوم كنت انت سبب اعدام والدك؟ جارنا اللي ورا بيتنا بالضبط، يعني بعد ما اجانا التقرير عرفنا انه هذا هو اللي كاتب علينا. يعني انت شو وقت غادرت من التيار الصدري؟ اللي بلغ علينا كان يطلب ويانا، واضح طبقت بكمان 2 شهر انا كلها. شنو السبب الرئيسي والحقيقي اللي خلاك تغادر التيار الصدري؟ مع ذل الاحترام الشديد سمحت سيد محمد، لا طاعة فقط لله ولرسوله. صورة المركز مساج هو تحت حماية مهدي العبودي، من المفروض تسألني بسؤال؟ انت 2 ما يعرفوك وفضلا عرفت، لأن هذا عيب.